Dobre FM, jest miły dla FM. Jest miły dla FM. ندوة فرحانين بها لأن نقطة مضيئة في قطاع النقل البري وخاصة اللي هي جات في جهة عزيزة علينا جهة القروان. اليوم حاب نقول أن الشركة الجهوية بالقيروان وإطاراتها قاموا بعمل نشكرهم عليه لأنهم طوروا منظومة نقل ذكي، منظومة نستناو فيها في عدد من الشركات النقل البري لإعادة هيكلتها والنهوض بها. احنا أول حاجة في إعادة الهيكلة هو كما قلنا تطوير المنظومات اللي تستعملها الشركات. شركات اليوم إذا كان ما يكونش عندها منظومات إعلامية، منظومات عصرية، منظومات مرقمنة، ما نجموش نحكيو على إعادة هيكلتها وتطويرها. كيف المديونية نتاعها ووضعيتها المالية، لازم نوقفوا الشركة بشركة حالة بحالة على المديونية نتاعها، تصير إعادة جدولة، تصير عملية تطهير للديون، تصير عدد من الإجراءات اللي لازمها يتخذوها على مستوى مجالس إدارة، وإحنا كسلطة إشراف ودولة تونسية واقفة مع قطاع النقل البري لأنه خدمة اجتماعية، لأنه مرفق عام يلزم النهوض به، ودور الدولة لدعم قطاع النقل راهو موش بيشوف العكس، باش يدعم وباش يتطور، لكن الموديل اللي خدمنا به والنموذج اللي خدمنا به اليوم لازمنا نلقاو نموذج آخر. في نفس الوقت الشركات هذه اليوم وضعتها صعيبة، لكن لازم ننظر في العديد من في مداخلها كما حكينا، لكن في نفس الوقت في الشارج نتاعها ولنا عدد الشارج نتاعها نقصد دوك البيرسونيل اللي هو عنده خبرة وعنده قدرات اليوم نفتخر بهم، لكن في نفس الوقت لازم نشوفوا كيفاش قاعدين يخدموا، دونك فانا طرق قاعدين يخدموا، بنا آليات قاعدين يخدموا. هذاك علاش القطاع النقل راهو بمنظوريه وبالعوان نتاعه وبالقدرات البشريه نتاعو ينجم يتقدم لو كان نغيروا المنوال ونغيروا طريقه العمل. سيد الوزير، نحكيوا على منظومه جديده والتكنولوجيا وكل شيء، لازمنا قبل نشوفوا وضعيه الاسطول نتاعنا، خاصه نحكيوا على ولايه القيروان. انتم عندكم ولايه سباق 130 حافله جديده، والقروان الحقيقه وضعيه الحافلات نتاعها كارثيه. لازم تعرفوا حاجه، احنا نعمل الاقتناءات نتاع الحافلات، راهو اقتناءات الحافلات تصير على مستوى شركات النقل الجهويه. احنا اليوم نحبوا اول حاجه ساندعموا الاسطول، لكن زاد نغيروا في الاقتناءات نتاعنا، يزينا من الاقتناءات الحافلات القديمه، الاقتناءات اللي ما تحترمش المعايير البيئيه. اليوم يلزمنا نقطعوا مع نوعيه الحافلات اللي قاعدين نجروا فيها من سابق، ونقتنيوا حافلات جديده بمعايير دوليه ان شاء الله، ونقاو اليات التمويل، لان اليوم الوضعيه الماليه العموميه حتى ما علينا، نقاو اليات اخرى، نقاو نموذج اخر لتمويل الاستثمارات الهامة يلزم شركات النقل الجهوية تقوم بها. نسيب القيروان فماشي إقناعات جديدة في الأيام الجاية إن شاء الله؟ هذا سؤال نسأله السيد رئيس المدير العام. احنا إذا كان ثم إقناعات حاب تقوم بها الشركة الجهوية للنقل بالقيروان، احنا دورنا كدولة تونسية ندعموا كحكومة ندعموا الشركة، لأن الخدمة اللي تقدم فيها خدمة اجتماعية وخدمة مهمة لجهة القيروان. المنظومة هذه احنا متأكدين اللي هي تمكن من ربح الوقت، من توفير خدمة أحسن للمواطن، بما أنه باش يولي يعرف وقتاش تتعدى الكار، بما أنه ينجم يقص تذكرته عن بعد، بما أنه ينجم يريزيرفي بلاصتو عن بعد، وهذا باستعمال المنظومة نتاع الديديسات نتاع البوستة. لكن كيف هذه باش توفر أموال للشركات الجهوية للنقل في مخصوص الأمور المادية، لأنه الروسيت تولي محسوبة أون طون ريال، لأنه لي تراجي يوليو ريسبكتي ونشوفوا أون طون ريال لو نيفو دو ريسبي نتاعهم. دونك جميع البوادر تقول كونه المنظومة هذه باش تكون عندها منفعة للشركات الجهوية، فما مجهود كبير زاد كيف في الوزارة للتعريف بالتجربة الناجحة هذه اللي صارت في مدينة القيروان. دونك
باذن الله ان شاء الله نحاولوا في اطار شراكه ما بيننا وما بين السوري تراك دونك الشركه الجهويه للنقل والكروان كونوا مع بعضنا نحاولوا نعموها في الشركات الاخرى. صبرا اف ام، ياسمينة الاف ام.